الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأطيب وأشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. نتقدم نحن مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق بالشكر جزيل الشكر للدكتور حسن علي عميد جامعة طبرق على مجهوداته الجبارة في إنجاح هذا الصرع العلمي، والأستاذ عبد الحميد المهدي مدير مركز البحوث والدراسات العلمية في إطار التعاون ما بين بلدية طبرق وجامعة طبرق. قدمنا نحن مركز البحوث بإشراف وتنظيم جامعة طبرق توعية تثقيفية بإعداد مطويات للتوعية ضد كوفيد 19 فيروس جائحة كورونا المنتشرة. قدمنا توزيع عدة مطويات على مركز الأم والطفل وبلدية طبرق وبعض الأماكن العامة، منها الحرس البلدي وغيرها من المراكز العامة الموجودة داخل مدينة طبرق. ونتمنى القضاء على هذا الوباء وحد الانتشار من هذا الوباء، وبإذن الله ربي يحمي البلاد والعباد والحد من هذا الانتشار والوباء. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم نرحب بمركز البحوث والدراسات العلمية اللي جونا جامعة طبرق، اللي جونا في مركز بدرنا وضيفونا، شرفونا اليوم بحضورهم ما شاء الله، وموفقين إن شاء الله بخصوص توزيع مطويات. اختاروا مركز بدرنا الأمومة والطفولة كان من ضمن الفئة أنهم هم يوزعوا عليها المطويات الخاصة بها، وإن شاء الله ربي يعم السلام علينا ويرفع علينا البلاء.